وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل سائل كريم يقول قصة سهيل بن عمرو مع قاطع الطريق. يقول كان سهيل بن عمرو في سفر هو وزوجته، أثناء الطريق اعترضهم قطاع الطرق وأخذوا ما معهم من مال وطعام، وجلس اللصوص يأكلون ما حصل عليه. فانتبه سهيل بن عمرو أن قائد اللصوص لا يشاركهم الأكل، فسأله لما لا تأكل معهم، فرد عليه إني صائم. فلوش سهيل فقال له تسرق وتصوم؟ قال له إني أترك بابا بيني وبين الله لعلي أدخل منه يوما ما. وبعدها بعام أو عامين رآه سهيل بن عمرو في الحج عند الكعبة وقد أصبح زاهدا عابدا، فنظر إليه وعرفهم فقال له من ترك بينه وبين الله يوما دخل منه يوما ما. هذه قصة باطلة لا أصل لها. ونقول يقول بعض العلماء إن من يبيت التوبة قبل الذنب يكون كما حال إخوة يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. فبيتوا التوبة قبل إيش؟ قبل الذنب، يعني قالوا سووا الذنب هذا وبعد ذلك أنكم تتوبون. المسألة الثانية أيضا في هذه المسائل، وما يدريك أنك تدخل من هذا الباب، ولذلك ما الذي يدريك أنك تدخل من هذا الباب، وما يدريك أن لا تعاجلك المنية فتقبض الملائكة روحك قبل أن تتوب. والله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وما الذي يجعلك تتواكل في الذنب والمعصية ولا تعاجل وتسارع إلى التوبة وإلى المغفرة؟ والله يقول والسابق إلى مغفرة من ربكم وسارع إلى مغفرة من ربكم. فنقول هذه القصة منكرة في متنها ومنكرة في استدلالها ولا أصل لها، وإنما هي من وضع الوضع الذين يدغدغون عواطف الناس بمثل هذه القصص التي لا أصل لها ولا زمام ولا خطام ولا تجدها موجودة في كتب من دواوين أهل السنة والجماعة. لكن خذ هذه من سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو في الحديبية لما جاء النبي قال سهل أمركم، وسهيل بن عمرو لما ارتد أهل مكة وقف إليهم موقفا وقال آخر من يدخل في الإسلام وأول من يخرج من الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال عمر دعني أخلع فنيتي قال يا عمر دعهما لعلهما تسعدك يوما، وفعلا فأسعدته بماذا؟ بأنه ثبت الله عز وجل به أهل قريش. خذ هذه القصص الجميلة في سهيل بن عمرو ودعك من هذه القصص الباطلة التي لا أصل لها. صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم.